السلام عليكم. سنتكلم في هذا الفيديو عن موضوع مهم جدا، وهو حشرة حفار الساق التي تصيب أشجار الفاكهة والتي قد تؤدي إلى موت الشجرة. سيتكلم المهندس عمار رضا عن طرق المكافحة والتعرف على الحشرة البالغة وعلى اليرقة وطريقة استخراجها من النفق داخل الشجرة. معكم مهندس الزراعة عمار رضا. اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم ايضا، هو مع حفار الساق ذو القرون الطويلة. هلا عندنا شجرة مثل ما كنتم شايفين ظاهر عليها اعراض الزبول بشكل كبير، حتى الشجرة هون فيها خلل. هلا هون الشجرة لاحظنا وجود فتحة في الشجرة، وهي غالبا ما تكون هيك ناتجة عن حفارات ساق ذو القرون الطويلة، لأنه بتكون يرقتها ذات حجم كبير. هلا معنا الشريط بهالحجم هذا عشان نشوف شو فيه داخل هالثقب. هالحالة هاي شوفوا زملاء، هذا حفار الساق ذو القرون الطويلة. هلا نحن بنجيب بيضة مشان نحكي سوا عن حفار الساق. لو كنا ملاحظين حفار الساق ذو القرون الطويلة، طبعا هذا حفار الساق مو الحشرة كاملة، بس يعني صغير في العمر، نوعا ما صغير في العمر. لو كبير بتلاحظوا زملاء عندنا قرون الاستشعار لازم يكون لسه اطول من هيك. هذا حفار الساق ذو القرون الطويلة من رتبة غمديات الأجنحة. لاحظوا زملاء قرون الاستشعار لسه بالوقت لسه بس بالعمر، تقدم في العمر بيكون قرن الاستشعار أطول من هيك. هلا عندنا الحشرة، هاي الحشرة كأضرار ما عندها أضرار، ضررها بشكل غير مباشر بتوضع البيوض في الشجرة، تفقس البيوض بتعطينا يرقات، وهي اللي بتكون عملية الحفر. هلا نحن هون هاي الحشرة الكاملة بتقوم عملية وضع البيض. شفنا بعد ما طلعنا عملية إخراج الحشرة من الفتحة، مثل ما ملاحظين انتو. هلا احنا شو نسوي؟ راح نجيب سرنك طبي، عندنا تربة ممزوجة بالماء، وعندنا مادة البنزين، وعندنا القطن. نحن اخرجنا الحشرة، ولكن ممكن يكون في يرقات مو ظاهرة، ما كانت ظاهرة معنا. يعني الحين شو بنساوي؟ نجيب قطنة نغطها بمادة البنزين، وبهالعملية مثل ما ملاحظين مشان عملية خلق الحشرة. نرجع مشان تأكيد من بالسرنك هيك، وبعدين بنسكر فتحة الدخول بالتربة مشان البنزين يسوي عملية خنق الحشرات الحزراء مثل ما نكون ملاحظين هيك. نسكرها هالعملية هاي مثل ما نكون ملاحظين. وهيك بنكون اتممنا عملية معالجة الشجرة من حفار الساق بهالنقطة هاي تحديدا، يعني مو بنقطة ثانية، بهالنقطة هاي تحديدا. عملية تنظيف حوالي جذع الشجرة للتأكد من اذا وجود حفارات الساق ام لا. انا هون لاحظنا وجود حفر على في جذع الشجرة، ممكن ملاحظين هون. نجيب سيخ نلوي السيخ، نعمل عملية سني للسيخ بالشكل هذا مشان وجود الحشرة نقدر نسحبها إلى الخارج. كما ملاحظين ندخل سيخ، شوف مثل ما ملاحظين، شوف الملاء يرقة
عشان عملية إزهار الحشرة بشكل كامل. يلقى زملاء يلقى حفار الساق ذو القرون الطويلة. مثل ما كنتم ملاحظين انتو الحشرة حشرة كبيرة كبيرة بالحجم. مثل ما كنتم ملاحظين انتو حجم ثقب الدخول. مثل ما كنتم ملاحظين هاي ثقب الدخول والحجم اللي هو فيه ثقب الدخول والغمق الموجودة فيها. مثل ما كنتم ملاحظين انتو من اجل عمليه التاكد او شيء متاكد نحن عشان اذا اسا في يرقات اخرى بالثقب. هلا الثقب صار خالي من وجود اي حشرات. هلا يرقب حفار الساق ذو القرون طويله حشره طب من حجم حجابه مختلفه طبعا حسب العمر اليرق اللي هي موجوده فيه. مثل ما ملاحظين بالصوره حشره قريبه 3 الى 4 سم ممكن تكون اكبر من هيك. ملاحظين الفكوك فكوك الحفر مثل ما كنتم ملاحظين بتستخدموا اليرقة بالحفر جذوع الأشجار. هلا تم عملية إخراج الحشرة. هلا بدنا نعالج مكان دخول الحشرة. بدنا نعالج هلا مكان دخول الحشرة. مثل ما قلنا حشرة لونها أبيض كريمي 3 ل 4 سم وممكن توصل لا اكبر من هالحجم هذا مع اعتبار ثقب الدخول مثل ما كنتم شايفينهم. هلا نجي نفس العمليه السابقه عمليه حقن مثل قطن طبي بس ثقب الحشره ضد القطن الطبي بالثقب الدخول وبعدين نجيب ماده البنزين مادة البنزين أجل عملية خلع الحشرات اللي ممكن تكون موجودة أو اللي ما ظهرت معنا أثناء عملية إخراج اليرقة. بعدين تراب ممزوج بالماء مثل ما كنتم ملاحظين أهمية طبعا مادة التراب مادة العلكة استخدمها النساء ممكن تكون مادة فعالة بالتسكير الثقوب مثل ما كنتم ملاحظين. وهيك بنكون زملاء قضينا على حشد حفار الساق واليرقة ووضعنا مادة البنزين من أجل ضمان عملية نجاح عملية المعالجة أكثر أفضل في بيوض تفقس بعد فترة بتسوي البنزين عملية الخنق. وهيك بنكون خلصنا عملية معالجة هالشجرة هاي. كل الشكر للمهندس عمار رضا. وأريد أن أضيف أن من طرق مكافحة الحشرة البالغة هو تربية الدجاج الذي يأكل الحشرات البالغة. وأيضا من طرق المكافحة هو التحري والتقاط الحشرات البالغة التي تكون على أوراق الشجرة نقوم بجمعها وقتلها. من طرق المكافحة الحشرة البالغة هو رش المبيدات الحشرية التي تقتل الحشرة البالغة ولكنها لا تقتل اليرقات الموجودة داخل أنفاق الشجرة. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مقال مفصل على الموقع الإلكتروني للقناة. سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنهاية تحياتي لكم وإلى اللقاء.